بما ان الموافقات والتراخيص جت بدري شهر، عايزين بقى نستغل الفرصه دي وننجز، بس ننجز بحق حقيقي. الكلام ده معناه ان مشروع الكومباوند الاولويه عند كل واحد فينا. مختار، انا عايزك تخلص ملف التسويق، عندك اسبوع. حاضر. مش اكتر من كده. حاضر. شركات النظافة والأمن والصيانة يا أستاذ عبد الحميد عايزين عودها تجهز أسرع من كده عشان نخلص يعني. أمرك. أمنتي بقى يا مروة. أيوة فندم. ده بالنسبة لك هيبقى أول مشروع كبير هتعمليه للشركة، فأرجوكي عايز حاجات لطيفة مش تقليدية يعني، ورا الصندوق زي ما بيقولوا. هحاول يا فندم. طيب إحنا كده اجتماعنا خلص، الأسبوع اللي جاي في ميعاده ما لم يحدث أي جديد. ماشي؟ شكرا، تفضلوا. ما تمشيش يا مختار، أنا عايزك. حاضر. أستاذ مختار، الشغل كله عطلان بسببك. بسببي أنا؟ ليه كده بس؟ مش احنا المفروض قلنا نقعد مع بعض علشان نختار تصميمات البروشورز؟ يا ستي أنا موافق على أي حاجة تختاريها. لا يعني برضو لازم نشارك بعض في الرأي وكده. في الرأي بس؟ مختار. ها؟ أنا عايزك. حاضر، بعدين.